أعلنت السلطات في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان عن عزمها على التعامل بحزم مع حملة السلاح في الولاية أو حملة السلاح في الولاية. ودعا حاكم الإقليم أحمد العمدة مواطني الولاية إلى نبذ الكراهية والعمل على نزع فتيل الأزمة. وتشهد منطقة جنوبي الدمازين خلافات قبلية بين مجموعتي الهوسة والفنج، وتجدد الصراع أخيرا بين الطرفين أدى إلى مقتل 18 شخصا ونزوح آلاف من قراهم هربا من الاقتتال القبلي. الطريق من مدينة الدمازين إلى منطقة أم درفه لا تخلو من الصعاب، كما هو حال الأوضاع فيها. جهة جنوب الدمازين يسكن الآلاف هذه القرية التي شهدت المواجهات القبلية. الأسى ومرارة الفقدان تكتنف وجوههم، تجمعوا للقاء حاكم الإقليم ولجنته الأمنية يشكون حالهم وحزنهم على فقدان من يحبون. القيادة كانت صارمة بفرض هيبة الدولة. وتاني أي زول يشيل سلاح يمشي يضرب مواطنين، أنا بقول للأجهزة الأمنية على رأسهم قائد الفرقة اللواء الرمسي، الناس يتعاملوا بالذخيرة. أي زول شال سلاح ضرب مواطن يتعاملوا مع عسكريا. القرية المتاخمة لجبال بني شنغول الحدودية مع الجارة أثيوبيا تضرر سكانها من المواجهات القبلية، ما عادوا يعملون وأحوالهم مضطربة، يبحثون عن الأمن والسلام ويرجون عودة من نزحوا عنهم هربا من الموت. مجهوداتنا ما زالت جارية في أنه نرجع كل العائدين لمواقعهم ولمكاناتهم إن شاء الله، ومجتهدين أيضا في هذه المبادرة في أنه نعيد النيل الأزرق إلى نصابة في خلال هذه الأيامات القدامنا بإذن الله تعالى. يعتقد البعض هنا أن هناك من أيقظ عيون الفتنة، فالقبائل هنا تمتعت بتاريخ طويل من الانسجام والمصاهرة والتعايش السلمي، يتقاسمون موارد المنطقة الغنية وينعمون بطبيعة بهية وينشدون التنمية والعيش الكريم، لكن الاقتتال نغص عيشهم. توجيهات حاكم إقليم النيل الأزرق بفتح الطرق وضبط الأمن ومحاكمة المعتدين كانت صريحة وواضحة، ولكن هل سيلتزم بها الطرفان أم أن القبلية سيكون لها الكلمة العليا؟ هذا ما سيتضح في مقبل الأيام. تيجان خضر، التلفزيون العربي، ولاية النيل الأزرق، منطقة أم درفة، معقل الصراعات القبلية جنوب الدمازين. وينضم إلينا من ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق. أهلا بك سيد أحمد. يعني هذه الصراعات بين مكونات المنطقة ليست جديدة وتتكرر بين الفينة والأخرى كل بضعة أعوام، دوافع وأسباب تكرار هذه الصراعات؟ سيد أحمد العمدة هل تسمعني؟ نعم أنا بسمعك. تفضل. يعني هذه الصراعات التي تتكرر بين الفينة والأخرى، ما دوافعها أسبابها؟ أولا أنا بشكرك أخي في التلفزيون العربي، فنحن سعداء جدا إن نلتقي معكم اليوم. إقليم النيل الأزرق من الأقاليم الفعلا في استقرار، التي تتمتع بالتنوع بشعبها بكل المجتمعات الموجودة في النيل الأزرق. نحن نسعى لتوحيد الصف أو توحيد شعب النيل الأزرق. دي من الثقافات الدخيلة الجديدة على حصر لنا في إقليم النيل الأزرق. فالنيل الأزرق لم تشهد أو لم يشهد يعني من قبل يعني نفس الثقافة، يمكن من الحاجات اللي حصلت. بالنسبة للمشاكل اللي حصلت نحن ناسف، ونحن إن شاء الله برضو كحكومة يعني نسب كل ما لدينا لإيقاف نزيف الدم. هذه الصراعات حقيقة خلقت واقع جديد جدا في النيل الأزرق، وإن شاء الله الحكومة برضو بصدد لإيقاف كل الصراعات. الشيء اللي حصل بالنسبة لمنطقة بتاعت أم درفة ولا منطقة بتاعت جنيس حقيقة برضو يعني ما كان متوقع. يمكن يعني احنا قمنا بكل ما يلزمنا من برنامج المصالحات او برنامج بتاعنا
يعني سيد احمد من يعمل على تعزيز هذا الشقاق ومن يحركه بالاساس؟ وايضا المنطقه نحن كحكومه ولا كشعب اقليم النيل الازرق نشك في الناس القائمين بهذا الامر، ولكن في جهات نحن بنتحمى ذات يمكن ساعي لخلق بلبله في اقليم النيل الازرق بغرض بثاني شق او ضرب النسيج الاجتماعي في اقليم من هي الأزرق. هذه الجهات؟ لانه النيل الازرق يعني ده شعب الجهات. طبعا انت زي ما عارف يمكن في السودان في عدم توافق سياسي على مستوى الدوله السودانيه، وفي جهات فعلا ممكن بتخلق يعني فتن او بؤر بتاع فتن عشان يقدروا هم يكونوا موجودين في السودان في الوقت اللي انه هم اصلا ما عندهم اي وجود، ما لقوا اي حشاشه او ارضيه كده ممكن ينفذوا بها اجنداتهم. لذلك هم بيستخدموا جزء من المواطنين الاوزل المواطنين البسطاء في اقليم النيل الازرق، وان شاء الله نحن طبعا برضه كحكومه بنا راصدين حوالي الاشخاص لكي يمكن النيل الازرق تنطلق او الاقليم ينطلق. تحدثت عن عنكم وعن دوركم كحكومه، اين دور السلطه العسكريه؟ ماذا فعلتم لوقف هذه الصراعات والمواجهات؟ اخي لولا كان يمكن دور السلطه الموجوده في الاقليم النيل الازرق سواء كان الاجهزه الامنيه كان اقليم النيل الازرق ربما كان حتكون شبيهه بمجازر شبيهه بمجازر رواندا في 93 ولا 94. السلطه قامت بكل ما لديها لاحتواء هذه المشكله، وعبتنا يمكن السلطه برضه لسه مع الاجهزه الامنيه انهم باصدين قصار جحدنا لاحتواء هذه المشكله. انا داير اقول المشاكل القبليه دي مشاكل طبعا ما بتحدث في او في مناطق الحكومه، بل بتحصل في المناطق النائيه التي لم توجد فيها قوات. لما تيجي انا هنا اتكلم في موضوع بتاع ام درفة، المشاكل دي فعلا يعني حصلت في ضواحي بتاع المدينه الى ما انتقلت الى المدينه. ولكن استاذ احمد يعني عذرا على المقاطعه مره اخرى، ولكن هناك من يتهمكم في السودان بعدم التحرك الاستباقي، خاصه وان كان هناك مؤشرات لإمكانية اندلاع هذا الصراع أو تجدد اندلاعه. والله طبعا القارئ الموجود في حتة بعيدة طبعا هو بيشوف يمكن في قصور بالنسبة للسلطة السلطات هنا في إقليم النيل الأزرق. نحن في فترة بتاع الخريف طبعا برضو في عندنا في يعني أبسكولز، عندنا في بعض العقبات الممكنه بتعترض برضه شنو وسائل الحركه الى مواقع بتاعنا الحدث، لكن نحن برضه قاعدين نكرس جهودنا عشان نحتوي هذه المشاكل بقدر الامكان. فانا داير اقول لك يمكن لولا كان وجود الاجهزه الامنيه في منطقه بتاعنا ام درفة ولا اي منطقه ثانيه كان يمكن الليفل بتاعنا المشاكل ده كان قد يجوز يمكن كان حتكون اكبر من كده. الآن في هذا الوقت كيف تصف الوضع؟ هل هدأت الأمور؟ هل يعني ضبطتم الوضع الأمني؟ هل ألقيتم القبض على من يقومون بافتعال الفتن التي وصفتها بالفتن وبالجهات المشبوهة؟ أنا يوم أمس كنت ذهبت إلى منطقة أم درفة فوجدت كل المواطنين الموجودين في هذه المنطقة، ونحن فعلا برضه شجعنا كل الأطراف اللي كانت متصارعة في هذه المنطقة، وأيضا الأجهزة الأمنية لابد ممكن يكون في الأمن لازم يكون مستتب مهما كلف الثمن. وزي ما أنت سميت يمكن طبعا أنا وجهت يمكن أعضاء اللجنة الأمنية من بالنسبة للناس اللي حاملين الأسلحة، جزء من المشاكل طبعا بترجع للنظام السابق، انتشار السلاح في السودان أصبح فعلا برضو محدد أمني بالنسبة للشعب السوداني. جزء من الناس اللي كانوا تم تسليحهم في أحد النظام البائد هم الذين يستخدمون السلاح ضد المواطنين، ولكن الأجهزة حسنا قمنا بمزيد من القوات لهذه المنطقة، والمواطنين كل سواء كان على حوسة ولا جبرة ولا غيرهم، أنا ما بنتكلم في حوسة بنتكلم المواطنين السودانيين الموجودين هناك.
انا عندي ثقه كامل. يمكن الوضع طبعا من يوم امس اليوم يعني احنا قدرنا فتحنا كل المعابر في منطقه مثلا ام درفا او محليه ود الماهي، والمواطنين كل اللي كان نزحوا في جو الغابات كل يرجعوا للبيوت، وايضا الشيء ده تم في نهار اليوم. وانا باكد لك يمكن نفس التجربه اللي حصلت ما حتكون في مشاكل ان شاء الله في هذه المنطقه اللي هو منطقه ود الماهي او محافظه ود الماهي. أشكرك جزيلا الأستاذ أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق، شكرا لك على حضورك معنا.